بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. هل نحن نحتاج للعبادة حتى تكون العبادة هدفا لوجودنا؟ نعم، إننا نحتاج للعبادة كما نحتاج للعلم والمعرفة، إننا نحتاج للعبادة كما نحتاج للطعام وللماء وللهواء. هناك حاجة ذاتية للعبادة، إن هذه الحاجة الذاتية للعبادة تكمن في عنصرين. العنصر الأول الحاجة للاستقرار. لا يوجد إنسان منا لا يعيش قلقا، إننا نعيش في عصر القلق، إننا نعيش في زمن مملوء بأسباب القلق. هناك قلق من الأمراض، هناك قلق من الحروب، هناك قلق من تدهور الأوضاع الاقتصادية، هناك قلق من الاعتداءات، هناك قلق من تدهور أوضاع أسرنا وأولادنا. إذن هذا القلق حتى لا يتحول إلى مرض، حتى لا يتحول إلى عاهة مزمنة، نحتاج إلى علاجه. كيف نعالج القلق؟ نحتاج إلى أن ترتبط قلوبنا بقوة أسمى وبقوة أعلى، حتى إذا شعرنا بأننا نستند إلى تلك القوة الأسمى والأعلى شعرنا بالإطمئنان والهدوء والاستقرار. وهذا الشعور، الشعور بالاستناد والاحتماء واللجوء إلى القوة الخارقة المهيمنة، هذا هو العبادة. هذا الشعور تغذيه العبادة. القرآن الكريم يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول القرآن الكريم: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله ليس ذكرا لسانيا، ذكر الله ليس صورة في الذهن، ذكر الله هو ارتباط جوانحي وجداني بتلك القوة المسيطرة المهيمنة. هذا الذكر الوجداني الذي يعني التلاحم بين القلب وبين تلك القوة المهيمنة هو العبادة، هو لب العبادة. ولذكر الله أكبر. ذكر الله الأكبر هو الذكر القلبي، هو العبادة الصحيحة. لأجل ذلك نحن نحتاج إلى العبادة، لأننا نحتاج أن نخفف عن أنفسنا من القلق، نحتاج أن نتأقلم مع أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، وإنما نتأقلم ونتكيف معها إذا عشنا حالة من الهدوء وعشنا جوا من الاستقرار. لا يعالج القلق أن تتنزه في الحدائق، ولا يعالج القلق أن تشرب المخدر، ولا يعالج القلق أن تشاهد مسلسلا تلفزيونيا ممتعا. كل ذلك لو جربته 1000 مرة لن يعالج قلقك. لن يعالج القلق إلا الصلاة، الوقوف بين يدي الله خشوعا خضوعا، لكي يرتبط قلبي بتلك القوة التي تهيمن على السماوات والأرض لأستشعر منها الهدوء والاستقرار. الحاجة الثانية الفراغ الروحي. كلنا يعيش فراغا روحيا. الدراسة
لا تملأ الفراغ، الأكل لا يملأ الفراغ، الاستمتاع بالمناظر الطبيعية لا يملأ الفراغ، كلما حاولت ستشعر أن في قلبك فراغا كيف تملأه؟ كل شيء لا يشبعك، دراسة لم تشبعك، الطعام لا يشبعك، النزهة لا تشبعك، الاستمتاع لا يشبعك، إذا ما الذي يشبع نهمي؟ هناك نقطة فراغ في روحي أشعر بأنها لم تمتلئ بعد. لا تمتلئ هذه النقطة إلا بالعبادة، إلا بالصلاة، الصلاة تملأ تلك النقطة الفارغة في قلبي، وهذا معنى قوله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. نحن نعيش ظمأ حاجة إلى العبادة، لأننا نعيش ظمأ وجوعا إلى الاستقرار، وجوعا إلى الهدوء، وجوعا لملء الفراغ الروحي الذي لا يمتلئ لا بالغذاء ولا بالدراسة ولا بالنزهة ولا بالضحك، لا يمتلئ إلا بلذة الخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى. وقوموا لله قانتين.